أهل الحديث الذين لم يشغلهم إلا حفظ الحديث ونقده وتأديته على وجهه كما سمعوه من الشيوخ. وده اللي احنا بنسميه المحدث الصرف، المحدث الصرف الذي لم يكن له هم إلا الحديث، زي مثلا يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، وكمحمد بن إدريس الحنظلي أبي حاتم الرازي، وكعبيد الله بن عبد الكريم أبي زرعة الرازي، وكأبي الحسن الدارقطني، وكأبي أحمد ابن عدي، وكالحافظ ابن شاهين، ويعني هذا الضرب، كابن سعد مثلا صاحب الطبقات، كالعجلي صاحب كتاب الثقات، ومن جرى مجراهم من المحدثين الذين لم يعرفوا بالتصدي لفهم الحديث أو فقه الحديث. علم الحديث كله قائم على هذا النوع من العلم اللي هو القسم الثاني المحمود، ومنها أجاذب أمسكة الماء اللي هو العناية بالنص وتأديته كما هو، لأن الفقيه إذا لم يكن ثمة نص فعلى أي شيء يعمل؟ فلا بد أن يكون تحت يد الفقيه نص صحيح حتى يتمكن من إعطاء فهم صحيح أيضا. يبقى ده دور المحدث يسبق دور الفقيه، دور أهل الرواية يسبق دور أهل الدراية، لأنه لا يدري إلا تبعا لنص صحيح. وقد أقام علماء الحديث علم الحديث جميعا بقواعده المتينة لحفظ ألفاظ الرواة الذين تلقوها من شيوخهم وشيوخهم من شيوخهم، وهكذا حتى وصلوا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعوا ضوابط عجيبة ودقيقة هداهم الله تبارك وتعالى إليها حتى يتقوا سوء حفظ الرواة، وأقاموا صرح هذا العلم، هذا العلم الجليل اللي هو علم الجرح والتعديل، أيضا لضبط ألفاظ الرواة. الجرح اللي هو القدح، التعديل اللي هو الثناء واللي هو المتصل بالعدالة والضبط، لأن في بعض الناس سأل عن معنى إيه معنى الجرح والتعديل. الجرح هو ما يذكر من مساوئ أصحاب الحديث على اختلاف ألفاظ الجارحين، يعني إذا قلنا في الراوي مثلا إنه كذاب فهذا جرح، إذا قلنا إنه سيء الحفظ أو هو مغفل أو اختلط أو يلقن مثلا أو صاحب مناكير أو ليس بشيء ليس بذاك إلى آخر هذه الألفاظ، فدي ألفاظ خاصة، هي ألفاظ خاصة بالجرح. التعديل اللي هو الثناء على الراوي، أن تقول ثقة حجة أو ثقة ثقة أو أمير المؤمنين في الحديث أو مثلا أي لفظ من الألفاظ القوية أو لا بأس به التي تدل على الثناء على الراوي. هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وعلم الرواة وعلم الطبقات كله قائم لحفظ ألفاظ الحديث كما أداها الشيوخ إلى تلاميذهم. بلغ من عناية أصحاب الحديث أنهم كانوا يعقدون الامتحانات للرواة يغلطونهم، فإذا ثبت الراوي على روايته يعلمون قدره من الحفظ والضبط والإتقان، كما حكى أحمد ابن منصور الرمادي
قال أراد يحيى بن معين أبو زكريا أن يمتحن شيخه أبا نعيم الفضل بن دكين. والفضل بن دكين ده من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل ومن مشايخ الإمام البخاري أيضا، ولم يدركه أحد من الأئمة الستة إلا الإمام البخاري. فيحيى ابن معين أيضا أحد تلاميذ الفضل بن دكين، فأراد يحيى بما عرف من جرأته وتتبعه لرواة الحديث لا يخاف في الله لومة لائم ولا يعمل حسابا لأحد، حتى قيل له ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم أن يكونوا خصماؤك أن يكونوا خصماءك يوم القيامة؟ فقال لهم لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي يقول لي لم لم تذب الكذب عن سنتي. وليحيى حكايات ربما نأتي على طائفة منها. فأراد يحيى ابن معين أن يمتحن شيخه الفضل بن دكين، هل حفظه كما هو قوي أم لا؟ فأسر إلى رفيق دربه في الحديث الإمام أحمد بن حنبل بما يريد أن يصنعه مع شيخه أبي نعيم، فقال له أحمد لا تفعل، فإن الرجل ضابط، ضابط يعني حافظ يعني حافظا لحديثه. فقال له يحيى ما بد، أنا لازم أعمل المسألة دي. فجاء يحيى ابن معين بصحيفة ورقة وكتب فيها أحاديث هي من أحاديث الفضل بن دكين فعلا، ولكنه وضع في أثنائها أحاديث أخرى ليست من أحاديث الفضل لكنها تشبهها، وطبعا أعطى ابن معين الورقة لرفيقه أحمد ابن منصور الرمادي، وطبعا إيه كان أحمد يجلس مع الطلبة. وكان من عادة الفضل بن دكين أنه إذا جلس على الدكان مكان المرتفع الذي يجلس عليه الشيخ كان يجلس أحمد ابن حنبل عن يمينه ويحيى ابن معين عن يساره، وبقية الطلبة كانوا إيه كانوا بيبقوا تحتها. فلما خف المجلس بدأ الطلبة ينصرفوا، أحمد بن منصور الرمادي ناول الفضل بن دكين هذه الورقة وقال له أهذا حديثك؟ فأمسك الفضل بالورقة وجعل ينظر فيها وتتسع عيناه وتدور حدقته، خلاص كشف الملعوب على طول يعني بقى خلاص فهم الفضل. فسكت الفضل قليلا ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي اللي هو الذي أعطاه الورقة أسفل يعني، قال أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا أشار إلى أحمد بن حنبل فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا اللي هو يحيى بن معين يعني. ثم أخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل؟ فقام يحيى بن معين وقبله وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فضل بن دكين انصرف مغضبا فقال له أحمد قلت لك إن الرجل ثبت، ثبت يعني حافظ ضابط، وده أحد إيه ألفاظ الجرح أحد ألفاظ التعديل يعني. فقال يحيى والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. يعني امتحان يعقده يحيى ابن معين لشيخه ولا يصده عن ذلك أنه شيخه،
حفاظا على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واطمئنانا من يحيى أن حفظ الفضل كما هو. قرة بن حبيب أحد الرواة قال البرزعي لأبي زرعة الرازي: قرة بن حبيب تغير؟ قال: نعم. ثم تبسم أبو زرعة فقال له البرزعي: لم تبسمت؟ قال: أتيته يوما أنا وأبو حاتم، أبو حاتم الرازي يعني، فطرقنا الباب وقلنا: نريد أن نسمع منك. فتهيأ قرة ليخرج إلينا، فلما علمت ابنته أنه خارج إلينا خفت ومنعته من الخروج. وسمع أبو زرعة الرازي الحوار الذي جرى بين قرة وبين ابنته، يقول لها قرة: دعيني أخرج، أنا أحفظ، أنا أحفظ حديث يعني. وهي تقول له: لا، لن تخرج حتى يأتي أخي علي، علي بن قرة، إني لا آمن أن يغلطوك. قال لها: لا، أنا أحفظ حديثي. فهو يجادلها ويناظرها ويحتج عليها في الخروج، وهي تحتج عليه بالمنع وأنه لا يمكن أن يخرج أبدا إلى أحد حتى يأتي علي بن قرة. قال أبو زرعة: فتعجبت من صرامتها وصيانتها أباها حتى جاء علي بن قرة أحد رواة الحديث وابن قرة ابن حبيب. فلما جاء بكتاب قرة، فجعل قرة يقرأ من الكتاب في حضور علي. فقرة بن حبيب كان حفظه تغير في آخر عمره، فلما كان يخرج يحدث كان يدخل أحاديث في بعضها. علماء الحديث مستنين السقطة واللقطة، عايزين أي واحد بس يغلط غلطة علشان يكتبوا بقى في كتبهم وتواريخهم إني فلان الفلاني غلط في الحديث الفلاني وقال عمل ولخبط وقال كذا وكذا ودخل الإسناد الفلاني في المتن الفلاني والكلام ده. طبعا إذا كتب مثل هذا في كتاب من كتب الجرح والتعديل بيسقط حديث الراوي. علشان كده هذه البنت البارة ما سمحت لأبيها أن يخرج إلى أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي، وقالت: لن تحدث حتى يأتي أخي علي. ليه؟ علي بن قرة كان لا يسمح لأبيه أن يحدث إلا من الكتاب، طالما اختلط ما ينفعش يحدث من حفظه، إنما يقرأ من الكتاب. أول ما يقرأ من الكتاب خلاص هيغلط في إيد، عمال يقرأ اللي مكتوب. يبقى كده إيه؟ ضمن لأبيه العدالة والثقة، ولو تركوه ليحدث ويخلط لكان مثل غيره من الرواة زي ابن لهيعة مثلا. عبد الله بن لهيعة كان الواحد منهم يأتي يلقنه الحديث، يقول له: مش انت حدثت بالحديث كذا وكذا وكذا؟ يقول: اه حدثت. يقول له: طب حدث يلا قول، فيلقنه فيتلقن. فعشان كده حديث ابن لهيعة مثلا ضعيف برغم انه كان يحفظ ألوف الأحاديث. إذا رأيت عبد الله بن لهيعة في إسناد حديث ما، أنت على طول تقف هتشوف مين الراوي عنه. إذا كان من القدماء يبقى هاه يعني ماشي أحسن، إذا كان بعدما اختلط واحترقت كتبه وصار يحدث من حفظه فيخلط، لا.